بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل وصفة البقلاوة جزائرية باللوز والجوز. تبعوا بين خطوات وتجيكم سهلة إن شاء الله. لهنا عندي كيلو فارينة قسمته 3 كيلات، صافي 3 كيلات فارينة، كل كيلة تعمل 333 غرام، 333 غرام كل كيلة، المجموع 3 كيلات طحلي 1 كيلوغرام فارينة. لهنا غربلت ديجا 2 كيلات، وهذه راح نغربل الكيلة الثالثة. ولا هذه الكيلة الثالثة، أنا البقلاوة مالفة نديرها في صينية مدورة، تجيني الحشوة قد قد. والمرة دي شريت بلاطو، حبيت نديرها في المستطيل، بلاطو مستطيل باش ما يجينوش فيها الحواشي، مليحة بزاف. فضلت لي كركوبة تاع عجينة وفضلت لي شوية حشوة، درت بهم مقرقشات والصامصة. فوالا نديرو هذه الكيلة الثالثة تاع الفارينة، غربلناها، نلحقو كيلة مايزينا او النشاء. فوالا الكيلة هكا مش معمرة، هذه توزن 190 غرام، ما حطيتش بزاف المايزينا، 190 غرام كيلو فارينة مع 190 غرام مايزينا، مع مغرفة صغيرة ملح. ملح أفضل يكون أرطب باش ما يحجركمش، ما يجيش محجر في العجينة ويقطع لكم العجين، ومغرف فاني تاع قهوة. ولهنا عندي الكيلة، نفس الكيلة درتها زبدة ذوبتها وباردة مش مليانة، شفتوها ناقصة غير 1.5 سنتيمتر، صباع ونص ناقصة الكيلة تاع الزبدة دي، يفوق تكون باردة مليح. تحطوها على الفارينة وتحطوا معها بيضة، بيضة درجة حرارة الغرفة، تخلطوها هكا شوية باش ما يجيكمش الكتل في العجينة، وتحطوها على الزبدة ذيك الباردة، وتلحقوا معها شوية ما زهر، تلحقوا شوية او دو فلور دورانجي ولا شوية بركة باش تتحل معاك مليح العظمة البيضة. ولا وتبسوا عادي لاجال لاباط تاعكم. الملح المغرف تاع القهوة ما مليتهاش، والواش اسمه الفاني عمرتها، مغرفة قهوة مملوءة. ولو تبسوا مليح العجينة تاعكم هكا بين اليدين حتى دقيقة هكاكا، تشوفوها تبس كاملة، وتحطوا كيلة ذيك تعمروها ماء وما زهر، نص ماء وما زهر، مش باردة عادي، ما ولا يجي دافي شوي، لكن في الشتاء يجي شوي دافي، وتبلوها هكا تكون طرية ويبانوا لكم الخطوط البيضة ذيك في العجينة، وتجي هكا عجينة طرية ملساء. ولا ديروها كويرات وتحطوها في الثلاجة، أنا درتها في الليل، واليوم وغدوة الصباح بديت نخدم فيها. ولا هذا اللوز عندي كيلو، حمصته شوية ورحيته كيما هك به بالغبرة تاعو، ما صيرتوش. ولهنا عندي 200 غرام نوا جوز، نتويت وحمرته 5 ولا 10 دقائق في الفور، ومن بعد حمصته وكبرد وليت رحيته، جاني مع بعضه وخلطته مع اللوز وزنتهم الكل، جاوني 3 كيلات مع بعضهم الكل، 3 كيلات بومبي. حطيت عليهم الكيلة تاع السكر، هذية مش مليانة السكر، حطيت 250 غرام، ولا 250 غرام مغرف فاني. ولا ومن بعد رحيت هذه كل رحيتها في الربو هكا رحية خفيفة باش يتجانس السكر مع اللوز والجوز. ولا وثلاثة مغارف تحطوا زبدة باردة وتحكوها بين يديك، المجموع صافي كيلو لوز و200 غرام جوز و250 غرام سكر. ولا ومغرفة قهوة قرفة، وتفتلو هكا بشوية الماء زهر هذاك اللي حطيته في القرعة، وتفتلو بين اليدين برك حتى تبل هكا شوي بشوية بشوية، تحطو بشوية بشوية حتى يولي كيما هكا على القوام هذا، ما تخليهوش يجرى بزاف معاك.
ولو تغطيه وتخليه يرتاح. لهنا البلاطو تاعي فيه 24 على 30 سنتيمتر. هذه اول مرة ندير فيه البلاطو هذا. فوالا ودركا نهز عندي ساعتين ملي خرجت العجينه من الثلاجه، اليوم وغدوه خلي باش خدمتها العجينه ابغي تدي معاك مطوعه كيف في الخدمه. فوالا ساعتين خرجتها من الثلاجه، من بعد ديروا هاك شويه مايزينا وتحلوا العجينه وهاك تورقوها على ثلاثه على الشكل هذا. ديروا بزوز كويرات، ندير هذه واحده ونطلقها هكا شويه ونخليها ترتاح على السيرفيات ونغطيها بالبلاستيك. ولا ندير هذه واحده وزيد نعاود واحده ثانيه، ومن بعد نبداو نخدمو باللولة اللي درناه. نبدا نحل اللولة اللي درناه، ولا نحطها فوق السيرفيات ونغطيها بالبلاستيك هذا. ولا درك راني ديت درت زوز، وهذه هي اللولة اللي درتها. زيد نحلوها هكا شويه باش نقسموها من بعد باش تدخل في الماشينه فاسيل. ولا نقصو على ربعة، كي تجي معاكم الطويلة زيد قصو نقصو فيها. أنا الماشينة تاعي هذي تمشي لتسعة، لهنا درت على ثلاثة، مشيت كل هذوك الربعة أطراف على ثلاثة، ومن بعد عاودت لهم على خمسة، ومن بعد آخر هذية آخر واحدة ثمانية، رقم ثمانية هي تمشي لتسعة، صافي حبست في ثمانية. ندهن البلاطو تاعي، قفلت الجوانب هذوك بالعجينه باش ما تسيحليش الزبده والعسل، ونبداو نديرو. انا نطلق الوحده التوريق تاعي هذا نديرو بالربعه الربعه ترانشيات كيما هك بالطاج، نطلقها نحطها فوق سغفيات، ومن بعد نبدا نحطها في البلاطو. كي نكمل نولي نهز الطرف الاخر ونعاود زيد نديرو بالماشينه بالطبقه باش ما تشيحليش العجينه. والفقاعات هذوك تنقبوهم بالواحد بالكيغ دا، وزيد تدهنوا بالزبده. الزبده بارده ذايبه وبارده. ولا الاولى ديروا طولين ولا عرضين، ومن بعد تعملوا العكس ذلك في الطاجه الثانيه، تعملوا العكس تاع الاولى وتمركيو في الجنب بحاجه هكا كاليطاج وليتو. ولا هكا تكملوا هكا حتى نديروا سبعه طبقات. انا درت سبعة من تحت وستة من فوق. ولا لهنا درت سبعة طبقات، هاني علمت في الحواشي. والطبقة الاخرى ما تدهنوهاش بالزبدة، تنحيو غير الفقاعات وتحطو تخلطو شوية الخلطة هذيك تاع اللوز الحشوة وتحطوها على هكا كما تشوفو، تحطوها في البلاطو. قلت لك ما جاتني زايدة العجينة الحشوة قصدي، والعجينة فضلت لي كويرة واحدة. وتعدلو هاك بسباتول مليح، ما تركزوش مليح، جوست ابان هكا كيما تشوفوا في الصورة. ولا تقصوا هذيك الاحراف هذيك وتدخلوها لداخل، يجي ان سنتيمتر هكاك تقلبوه لداخل. والعجينة هذه كاملة تحطوها كل مرة تحطوها في ساشية باش تبقى طرية معاك، وفي الاخر تخدموا بها واش قلت لكم. فوالا دوروا هذه الحرفة هذايا لداخل باش تجيكم خدمة نظيفة ومتقونة، والكعبة تجيكم مليحة. فوالا الأحرف الكل دوروها كيما هكا، وتبداو تحطوا الطبقة الفوقانية هذيا. هذه حليت مصاي كانوا فوق السغفيات. فوالا سرعت الفيديو باش ما تجيكمش طويله، يعني فيها يعني كانت طويله بزاف بزاف، ما قصرتها ل 13 دقيقه بالسيف، نحيت بزاف منها. ولو تدهنوا كما كالعادي حتى توصلوا ستة طبقات. ولا هذه الطبقه الاخرى خيرت لها ورقات ملاح ملاح اعراض، جوني غير ثلاثه خليتها مع اعراض ملاح. تنحيو هكا شويه برك الفقاعات، ما تنقبوهاش بزاف باش يجي له جه مليح، وتنحيو العجينه هذيك وتدخلوها الانتيغيغ في البلا هاك باينه كيفاه، توليو هذاك الحرف هذاك تدخلوه لداخل عكس واش درتو الاول. ولهنا تقيسوا 4 سنتيمتر بالمسطره وتعلموا هكا بالموس بركه، الموس يفك كل ماضي ويقص مليح. انا جديده هذايا حتى المجرح ليا صباي.
صافي قص لي على الكيف، مشى معاها على الكيف، ولا تعلموا الجهة الأخرى وسي 4 سنتيمتر وديروا كيما هكا، تمشيو هكا الموسة بين بين من الفوق للطرف الثاني هكا حتى تكملوا الخطوط كاملة باش توليوا تقصوا. تشوفوها قد قد توليوا تقصوا. ولا علمتهم كل دركات تركزوا على الموس وتحكموا العجينة وتقصوا مليح. ولهنا حطيت 1 سنتيمتر صبعي هك وتجيب الحرف هكا في جنب باش تجيك مقروضة. اللي يحبها مربعة اي سهلة، تروحوا تدغوا تقيسوا 4 سنتيمتر وتهبطوا تدغوا. ولهنا ذي تجيو هكا بالجنب شوية، تنحيو على الأولى سنتيمتر ومن بعد كل مرة تقيسوا 4 سنتيمتر. ولا بين الكاع كيما هكا 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر. ولهنا الحرف الأخر هذاك بلاطو فيه 30 سنتيمتر صافي يفضل لي شوية حرف قصيته هكا 5 سنتيمتر قصيته. وتدهنوا الوجه الأخر بالزبدة. ولهنا درت على رقم 7، أنا التوريق الأخر درته على 8، قلت الماشينة فيها 9 ورقت الطبقة الأخيرة على 8 درت بها كاملين طبقات. وهذه كوكياج درتها على رقم 7 وتديروا فتحة هكا وتحطوا اللوزة تاعكم باش متفزتش الكعبة. وزيد تدهنوا من الفوق اللوز، حطوه حتى زوز سوايع في الماء في كاس هكا باش ما يتحرقش من بعد في الطياب. فوالا هاني طيبتها على 160 حتى 170 درجه، دات شعلتها من تحت بركه في الطبقه الثاني في الفور، دات لي ساعه من الطياب وعسوا عليها كل مره كل واحد الفور تاعو كيفاش. ومن بعد زيد شعلت لها المروحه وطلعتها وخليتها هكاك في الطبقه الثاني، ف دات لي نص ساعه صافي، انتو دات لي ساعه و30 دقيقه. ولهنا قصيتها اليوم وغدوة، اليوم وغدوة قصيتها جات ما شاء الله شاربة. والعسل دات لي كيلو و200 حتى الكيلو 300 غرام تنجمو تروحوا العسل. العسل يكون باردة، هي كيما تخرج من الفور تعسلوها والعسل يكون بارد من القرع. ها هو العسل شربت مليح، دات لي كيلو و200 وجات عالية ما شاء الله. يحبها زيد معسله ينجم يروح ل 300 كيلو 300. ودرت لها ورق الذهب هذاك من الفوق. ولا هذه هي البقلاوه تاعنا، ان شاء الله عجبتكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.